ما شاء الله. طيب الأسد عايز إيه؟ الأسد انتظر العلاقة دي أو إتمام العلاقة دي لفترة طويلة جدا، كويس؟ نفسه تتم بقى، ده حاجة هو اشتغل عليها بقاله فترة ونفسه يوصل لنتيجة مرضية، حقه، نفسه ما يبانش ضعفه، هو حاسس ان هو ضعيف في العلاقة دي، ودي مش عادة الأسد، فعمال يكابر ومبين نفسه ان هو يعني تمام، بس هو مهزوز جامد. العلاقة القراية تنطبق على المتجوزين كمان، يعني المتجوزين شايفين يعني نفسهم يجنوا ثمار العلاقة دي أو الجواز ده، ونفسهم يبانوا ان هم مش فارق لهم وان هم أقوياء جدا. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه ده هانج مان، صابر أو منتظر شيء. اوكي؟ شريكك بقى بصوا الأسد طلع له فين؟ نفسه يروضك، نفسه يروضك، أهو الأسد بعينه واقف قدامه ونفسه يروضك، نفسه يعرف ازاي يتحكم فيه ويسيطر عليه. نفسه في ايه كمان اللي لسه ما ارتبطوش؟ نفسه يبتدي معاك عيلة. اللي ارتبطوا نفسه العيلة تبقى بالشكل ده، أب وأم في مكان حلو ومستمتعين بوقتهم، ولادهم بيلعبوا وراهم، الصورة اللي هي الايديال للزواج السعيد. شايفك ازاي؟ شايفك مسيطر عليه، بصوا ده قائد العربة، هو اللي بيقود المسيرة، تمام؟ قلنا الموضوع ده بالنسبة للبنات، يحاولوا البنات الأسد، أنا عارفة إن ده طبعكم وأنتم مولودين بيه، بس حاولوا ما تبينهوش أو حاولوا تخفوه شوية قدام الشريك بتاعك، لأنه ما ينفعش إن أنت تسيطري على العلاقة وتمشيها طول الوقت، فاهمين قصدي؟ هي صعبة شوية للأسد البنت، بتعاني شوية مع شريكها، بس الشريك شايفك مسيطرة على العلاقة، والعكس برضو لو الأسد هو الرجل يعني. الطاقة ما بينكم حاجة يعني غريبة جدا، بس التفسير الوحيد ليها انه انتوا ادمنتوا بعض، يعني قضيتوا مع بعض مدة كافية انه ما تقدروش تبعدوا عن بعض، خلاص ادمنتوا بعض وواخدين العلاقة كده زي ما هي، مش فارق معاكوا بقى، يعني هو انت مسيطر عليه، ما مكبر دماغه، مش قادر يبعد عنك، ما يقدرش يبعد عنك او عنك، وخلاص هي كده متأيدين بسلاسل زي ما انتوا شايفين كده، متأيدين بسلاسل لبعض، ما ينفعش تسيبوا بعض. حاجة حلوة قوي. الشهر ده العلاقة قوية، بس هي فيها شوية ايه، يعني ما فيهاش مشاعر جامدة كده ودلع وحاجات كده، بس هي قوية. العشرة ما شاء الله يعني واخدة دور جامد، ان علاقتكم ما شاء الله ما بتتكسرش، ما فيش حاجة بتأثر فيها. ارتباط اكتر الشهر اللي بعده، بس فيه بقى ايه، رومانسية شوية، لا فيه رومانسية كتير بجد، والله ما مركزة خالص، يعني مش مركزة انا بقول ايه، بس تشوفي بقى الموضوع ماشي معاكم ازاي. كمان مدة صغيرة في حد هيقدم لحد حاجة، الشريك حد من الشركة يعني، واحد حد هيقدم لحد حاجة، حاجة حلوة يعني، حاجة هو كان منتظرها وكان نفسه تتم، بنتكلم في غصون شهرين ان شاء الله، حاجة هو كان مستنيها، يمكن ده يكون الحاجة اللي كان الأسد مستنيها بقاله فترة ونفسه تتم على خير. القراية تحفة، انا اول يعني اشوف الكارت ده بالطاقة ما بينكم، انتوا ادمنتوا بعض يا جماعة، انتوا ما تعرفوش تستغنوا عن بعض ثانية. قراية حلوة قوي قوي للعلاقة العاطفية بجد، ما شاء الله عليكم، حاجة تحفة. اوكي تعالوا نشوف ايه الاخبار. العقرب امتى؟ نبيل العقرب لسه متقال قريب، هتلاقيه موجود في الصفحه، هو اللي على طول كسبنا. معلش 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 يعني تلاقي، بس هما اللي في الصفحه الجدي اكتر، معلش. اسلام انا كل يوم بقول برج واحد بس، النهارده بدور على الاسد. يو ار رايت، 1 زيروز كتير قوي. ثانكس يا منى، ثانك يو حبيبتي، وانا بحبك يا سلمى جدا، والله فعلا تمام يا ابو خالد. اوكي ايوه زي ما قال لكم راشد، الشير واللايك يا بناتي ويا اولاد، يلا
برنسس. تمام، very nice. دي المجموعة الأولى يا هدير، اللي هي بتبتدي من 22 يونيو لحد 30 أو 31 يونيو، لو هو 31 يونيو يعني. عليا وخاتم سليمان. اوكي ماشي يا مروة، يعني كلنا مستنيين. الموضوع صعب جدا ليه؟ ده الموضوع جميل، أنا شايفة الموضوع حلو قوي. اوكي ما انا بهرب. بتهربي من ايه يا لينا؟ ازيك يا لينا؟ حالا انا في لي كارت لان عندي مشاكل كتير في حياتي، تعبانه جدا. سلامتك يا صافي، هسحب لك يا حبيبتي كارت بعد ما بخلص القرايات. بنقعد بقى في اخر اللايف كده 10 دقايق نسحب كروت. قولي لي ايه الموضوع واسحب لك كارت. طيب يا هشام بشكرك على النصيحه، ويعني بليز خليها لك. انا جوزي هكا بعض. حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. الفلوس يا محمد ما فيهاش تحسن الفتره دي، الشهر ده، الشهر ده انا مش شايفه تحسن، والله اعلم. يا رب اكون غلطانه وربنا يرزقكم من واسع ان شاء الله، بس ما طلعنيش الكارت ده. I'm sorry. اوكي. هو ما بيرجعش ليه؟ هنشوف يا هدير في رجوع ولا لا. على فكره الكارت الاخير اللي قلت انه حد ان هو بيقدم لشريكه حاجه، ده ممكن يكون رجوع لو كان حصل انفصال فعلا. بشكرك يا مريم، كذب النجوم وصلت فعلا. ميرسي يا دودو، ميرسي يا روح قلبي. حاجه مخوفاني هنتصر عليها. طمني. حاضر يا مروه، كلمك صح. بشكرك يوسف حقيقي، ميرسي يا ماما لوجي. طيب خلينا نشوف بقى ايه المجموعة التانية. المجموعة التانية بتبتدي من 1 لحد 10 أغسطس. طيب المجموعة التانية إن شاء الله فيها تطور مادي، بس بعد شوية معاناة. أوكي طيب لنشوف. يا رب يلقط 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 ألقط. طيب الأسد إن شاء الله جايله إما مكافأة في عمله أو فلوس كان مستنيها، فلوس ورث، حد بيديله فلوس، حد كبير بيديله فلوس، اب ام تدي لولادها، في فلوس جايه لك من حد، او حد ذو يعني مقام عالي يعني بيدي لك مبلغ مالي، في باب رزق جديد او رزق من حيث لا تحتسب، حاجه ما كنتش عامل حسابك عليها، فلوس انت ما كنتش عامل حسابك عليها ان شاء الله جايه لك. بلاش اسميها فلوس، خلينا نقول رزق. ورزق ليه اشكال كتير، المهم انها حاجه جايه من عند ربنا وهتيجي في وقتها. كويس؟ وهنقول بقى الحمد لله وهنشكر ربنا وحاجه حلوه قوي. الحاله الماديه لسه طالعه نازله، مش مستقره زي ما انتم شايفين. خلي بالك من الصرف واعمل خطه وما تصرفش غير في الحاجات المهمه فقط. طيب في صراع هنا داير، في حاله دفاع عن النفس. الاسد بيدافع عن نفسه في حاجه، حد بيتهمك بحاجه وانت بترفض تقول لا ما حصلش انا ما عملتش ده مثلا، او حاله منافسه شديده جدا. اوكي الكارت ده نصيحته ليك، اثبت مكانك يا اسد، ويعني واكسب ارض، اكسب ارض ما تتراجعش. لو كسبت معركه كمل، تتعبش وتقف يعني هتكسبها ان شاء الله، هتكسبها. في عندنا موت لشيء وولاده شيء جديد. موت لشيء مش موت شخص خالص خالص، مش شرط خالص انه يكون موت شخص، بس ده المفروض ده الموت جاي هيقضي على حاجه باي باي، بس في شمس طالعه وراها. يعني مجرد ما الحاجه دي هتموت الشمس هتطلع بعدها، في حاجه جديده هتظهر مكانها. الموت ده ممكن يكون موت معتقد، ممكن يكون موت فكر، موت عاطفه، في حاجه عندك هتروح ويحل محلها حاجه ثانيه، في عمليه تحول هتحصل. أثرها عليك هيكون إنك عايز تبعد عن المشاكل كلها، هتبعد عنها وتديها ظهرك وتمشي.
الكارت ده كمان ليه معنى انه في ناس بتعتمد عليك يا اسد، انه انت الامان ليها وانت اللي لازم توصلهم، تعدي بيهم لبر الامان، في مسؤوليه عليك، او انك انت زي ما قلت لك خلاص قررت تبعد عن المشاكل وتمشي، وشكلك مش هتمشي بس وتبعد، ده في سفر، انا شايفه انه في سفر، سفر طويل، هتبتدي حاجه جديده خالص. طيب في تطور مادي ان شاء الله هيحصل، افتكر ده نتيجه السفر، ان انت هتعمل حاجه، شكلك هتعمل حاجه، هتعمل حاجه مختلفه، حاجه انت ما عملتهاش قبل كده، الحاجه دي هتخلي عندك الحاله الماديه تتطور وتنتعش. زي ما قلنا انت في حرب او في حاله دفاع عن النفس، زي ما قلت لك حاله تحول هينتج عنها ندم، هتبقى ندمان. افتكر انا عرفت ايه اللي هيموت، ثقتك في شخص معين، في شخص معين انت هتفقد الثقه فيه، وهتنغمس في ذاتك، وهتبقى يعني حابب تاخد جنب، ومش عايز يعني مش عايز تكلم حد، ومش عايز تشارك حد همومك، ودي عادتك يا اسد، بتاخد جنب، ما بتحبش تشارك حد همومك، ما بتحبش حد يشوف ضعفك يعني، فانت حاسس بخزي وحاسس ان انت اتغدر بيك. ماشي سوري، بس ده اللي انا شفته، يا رب اكون غلطانه. بس الحاجه الحلوه بقى، الحاجات الحلوه خليني اعيدها عليكم، ان شاء الله في مبلغ مالي هيجي لنا، في رزق هيجي من ربنا، حاجه انت كنت مستنيها هتيجي في وقتها ان شاء الله. الحاله الماديه سو سو، بس مش كتير، هتتحسن وهتستقر، دي حاله استقرار اكتر منها حاله تطور، حاله استقرار مادي كويس. في حرب دايره، في عمليه تحول هتحصل هينجم عنها، زي ما تقول صدمه بسيطه كده، زعل، هتبقى مصدوم شويه، واخد جنب، بس هتقرر تبعد عن كل المشاكل دي، سيبها وتسيبها.